يقول: رجل يريد إجراء عملية غالية الثمن ولا يستطيع ذلك، فهل يجوز أن أدفع له الزكاة مع العلم بأن هذا الرجل لديه دخل يجد ما يأكل ويشرب فقط؟ نعم، إذا كان أنه ما عنده استطاعة للعملية، والعملية ضرورية، العملية ضرورية، وهو ما يستطيع تكاليفها، يساعد من الزكاة لأنه غارم. الله جل وعلا جعل للغارمين نصيبا في الزكاة، وهذا غارم للعلاج. نعم.